أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل القرآن ميسرا للتلاوة والذكر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بيده النفع والضر واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله عالي المكانه والقدر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الانجم الزهر والتابعين ومن تبعهم باحسان ما تلا تال كلام الرحمن اما بعد فعليكم يا احبتنا السلام واتحفكم برحمته السلام وبواكم مساكن طيبات تحيه من تبواها السلام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم ايها الاخوه الكرام والكريمات مع برنامجكم المتجدد برنامج الميسر في التلاوه والذي ياتيكم عبر قناتكم قناه زاد العلميه المباركه واسال الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يجعلنا جميعا من اهل القران العالمين العاملين به إن ربي لسميع الدعاء قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في منظومته طيبة النشر في القراءات العشر قال وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القران عنهم وكفى بانه اورثه من اصطفى وهو في الاخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد اذا توجه تاج الكرامه كذا يقرا ويرقى درج الجنان وابواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. ايها الاحبه الكرام مقرر التلاوه لهذه الحلقه الايات التي ستظهر امامكم عبر الشاشه من سوره الطلاق وهي الايه الرابعه والخامسه من هذه السوره وساتلو باذن الله تعالى هذه الايات اولا برواية حفص عن عاصم ثم أتلوها برواية ورش عن نافع وذاك لأننا نستقبل تلاوات إخواننا وأحبتنا في المغرب وفي بلاد في عموم يعني دول بلدان المغرب فهم فهم يتلون برواية ورش عن نافع ونجد مثلا بعض اهلنا في ليبيا يقرؤون برواية قانون لكننا نركز على رواية ورش عن نافع لكثرة من يتلو بها ويشارك معنا بها في برنامجنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يتق اتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا هذه التلاوه تليت بروايه حفص عن عاصم من طريق الشاطبيه وساتلو الان بروايه ورش عن نافع ايضا من طريق الشاطبيه ولا يئسن من المحيض من نِسَائِكُمُ إن ارتبتم فعدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر واللاء لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. ايها الاحبه الكرام، من ابرز ما يمكن ان ننبه عليه من التنبيهات والاحكام التجويديه في هذه الآيات الكريمة. اولا في مطلع هذه الآية الرابعة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي هنا مد متصل يمد لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية بمقدار أربع حركات مع الخلاف يعني بعض أهل بعض علماء التجويد يقولون يعني التوسط مقداره أربع حركات وبعضهم يجعله توسطا وفويق التوسطي بمعنى من اربع الى من اربع الى خمس حركات فإذا ننتبه أثناء تلاوتنا إلى أن نمد المد الواجب وهو هنا المد المتصل يمد بمقدار أربع حركات أو إن شئت تقول برأي عالم من أربع إلى خمس حركات وأيضا من التنبيهات التي ينبغي أن ننبه عليها أيها الأحبة آه كما أسلفت في الحلقة الماضية أنه في سورة الطلاق تدور النون المشددة بكثرة هي نون النسوة فينبغي أن نعطي النون المشددة حقها آه كما قال الإمام الجمزوري وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا أجلهن فعدتهن حملهن حتى إذا وقفنا عليها كما في قول الله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" ننتبه لأننا نجد ممن يقرأ من بعض إخواننا حملهن هكذا يسكت بلا غنة وهذا خطأ أثناء التلاوة. فينبغي أن نغنها حتى مع السكون ولذلك نقول: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حملهن" فنغنها بمقدار حركتين حين حين الوقف وايضا وحين الوصل ومن التنبيهات ايها الاحبه الكرام آه ان ارتبتم ان ارتبتم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم الراء هنا ساكنه وقبلها همزه وصل والقاعده ان الراء اذا كانت ساكنه وسبقت بهمزة وصل فإنها تُفَخَّمُ وصلاً وابتداء إن ارتبتم، وإذا يعني أردت أن تطبق هذه القاعدة فتقول ارتبتم فتفخم الراء واحذر من ترقيقها، لأننا نجد أن بعضهم يخطئ في نطقها فيرققها إن ارتبتم، وهذا خطأ، بل هي مفخمة عند كل القراء. ايضا ايها الاحبه الكرام من التنبيهات ننتبه للأحكام التجويديه ومن يتق الله حكم الادغام وايضا يجعل له يجعل يجعل بد ان نظهر حكم القلقله في حرف الجيم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يتقن تلاوه هذا الكتاب العزيز على الوجه الذي يرضيه عنا ونستقبل الان تلاواتكم العذبه النديه ومعنا الياس خالد من العراق عبر برنامج الزوم، السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا ابني الياس وفي والديك. أسمعنا تلاوتك يا الياس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا إن إيه من المحيض من نساء... إن ارتبتم فعزتن ثلاثة أشهر ولا لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أجل أجلهن. لا يا إلياس. وأولات الأحمال أجلهن أجل أجلهن أجلهن. أجلهن, أجلهن أزالهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. لا, لا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله. إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. بارك الله فيك يا ابن إلياس بارك في والديك معنا أبو إلياس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أبا إلياس وبارك الله فيك وجزاك خيرا على تربية هذا الابن وتنشئته على القرآن الله محيى اصلك الطيب بارك الله فيكم يا شيخ جزاك الله خير اسمعنا آه تلاوتك يا بالياس الياس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض وَأُولَاتُ الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفد عنه سيئاته ويعظم له اجرا احسنت يا ابا الياس وبارك الله فيك على تلاوتك العذبه النديه بارك الله فيك معنا بدر من المغرب السلام عليكم ومعنا ابو ماريا من العراق السلام عليكم يا ابا ماريا وعليك. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف الحال شيخنا حياكم الله وحيا اهل العراق الله يحفظك شيخنا بارك الله فيك يا مرحبا اسمعنا تلاوتك بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وَلَا لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 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 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا حبيبي يا أبا مارية بارك الله فيك، انتبه يعني الحروف الساكنة نفرق بين حروف القلقلة والحروف التي لا يوجد فيها قلقلة، الآن ومن يتق الله يجعل يجعل، الجيم هنا من حروف القلقلة التي تكون في قطب جد حرف القاف والطاء والباء والجيم والدال هذه حروف تقلقل ومن يتق الله يجعل يجعل لكن يجعل له من امره امره الميم هنا نحاول ان نظهر تسكينها بلا قلقله يجعل له من امره يسرا وكذلك السين امره يسرا اعدها تمام ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا 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 أحسن ذلك ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا بارك الله فيك يا أبا مارية وأحسن إليك معنا بدر من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام بارك الله فيك يا اخي بدر اسمعنا تلاوتك العذبه <تصفيق> 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه يا يا اخي بدر بدر حبيبي نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخم الراء في الرجيم الرجيم اسمعني تفخيمها نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أنت, ل... أنت الآن أنت الآن ترقق يا بدر. لا نريد التفخيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحتاج إلى دربة يا بدر كرر بالتفخيم لأن أنتم ترققون في رواية ورش. فهذه قد يكون لها شيء من الاثر لكن انا انصحك بالترداد والتكرار وسماع القراء الكبار فاسمعهم الرجيم هنا تفخم ولا ترقق باتفاق عند كل القراء. اعدها وان شاء الله باذن الله بالدربه والتكرار يا بدر تحسن اتقانها ان شاء الله. ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم يا بدر نعم الآن أنتم في رواية ورش عن نافع واللائي هنا بعد الهمزة توجد ياء أو لا توجد؟ توجد ياء لا لكنها في رواية ورش لا تنطق هكذا تقرا ولا ا إيه يئسنا ولا يئسنا إيه فلا تنطق فلا تنطق الياء لكن نحن في روايه حفص عن عاصم ننطقها بالياء واما الامام ورش فيقراها بلا ياء بارك الله فيك واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر وَاللَّائِ لم يحضن وَأُوْلاَةُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أَعِد أَعِدْ وَأُوْلاَةُ الْأَحْمَالِ وَأُوْلاَةُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَت اتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا بارك الله فيك يا اخي بدر على تلاوتك الطيبه العذبه، وانا ساوصيك بوصيه ان يعني تبحث عن احد المقرئين الكبار يا اخي بدر في في المغرب وتعرض عليه القران عرضا كاملا، فصوتك ندي واحكامك طيبه، لكن تحتاج الى ان تنبه الى بعض الاحكام، فمثلا يا بدر انا قد نبهت في مطلع الحلقه على عدم ترقيق الراء ان ارتبتم، فهذه مفخمه عند جميع القراء ففخمها واجد عندك بعض الاشكال في بعض الملاحظات اليسيره ما هي مؤثره يا بدر لكن نريدك ان تتلو القران على اكمل وجه بارك الله فيك يا اخي بدر معنا اروى من السعوديه عبر الزوم السلام عليكم وعليكم السلام اقرأي يا اروى بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن وأولاة الأحمال أجر. يهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله أنزل انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا بارك الله فيك يا بنتي اروى وبارك في والديك ويعني أوصيك ان تستمعي الى تلاوات القراء وتتقني احكام التجويد بشكل افضل وستكونين ان شاء الله من القارئات المتقنات ان شاء الله معنا تلاوه الرفيف الاحسن عبر برنامج الواتساب اسمعونا اياها بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِن أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا بارك الله فيك يا اخي الرفيف أه ولا بد ان نبه يعني ان تنتبه لبعض احكام التجويد فالتنبيه الاول الذي قد سبق ان نبهت عليه في مطلع الحلقه ان ارتبتم فهذه تفخم باتفاق انت اراك قد رققت حرف الراء وايضا حملهن وامره حملهن ما لا نجعل قلقله في حرف الميم من من كلمه حملهن حم هذا خطا لكن نقول حملهن وايضا يجعل له من امره يسرا امره ما نقول امره يسرا او نجعل السكون مشوبا بشيء من القلقله هذا خطا وايضا يكفر عنه سيئاته يكفر هنا الراء مرققة لسائر القراء بارك الله فيك يا أخي الرفيف معنا أيضا تلاوة الأخ أبو أحمد من المغرب عبر الواتساب أسمعونا إياها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن". وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. بارك الله فيك يا اخي ابا احمد وجعلنا واياك من اهل القران الذين هم مع السفره الكرام من البرره ومن اراد ان يستمع الى تلاوه متقنه في هذه الحلقه من تلاوات الاخوه المشاركين فليستمع الى تلاوه الاخ ابو احمد. أسمعون تلاوة الاخ سفيان القصري عبر الواتساب من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. (وَلَّا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمُ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أَجْرًا صدق الله بأ بأ بارك الله فيك يا أخي سفيان على هذه التلاوة وأنا أعرف أنك من أصدقاء البرنامج يا أخي سفيان وتلاوتك نجدها دائما تترقى من الحسن إلى الأحسن وإلى الأفضل لكن أوصيك أن تنتبه لما نبهت عليه في مطلع الحلقة من نسائكم أعطي النون حقها من نسائكم الخطأ يئسنا من المحيض من نسائكم من نسائكم هذا خطأ لكن نعطيها حقها في الغنة ونشدد من نسائكم وأيضا حقق ترقيق الراء يكفر ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. بارك الله فيك اخي سفيان، معنا رحمه من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. (وَلَّا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنِّ النِّسَانِ) إن ارتبتم فعدتهن، فعدتهن ثلاثة أشهر واللاي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا بارك الله فيك يا بنتي رحمة بس انتبهي لي الأحمال أجلهن أجلهن بارك الله فيك معنا احمد من تونس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك يا اخي احمد واسمعنا بارك تلاوتك بارك الله شكرا الله يبارك فيك شكرا حياكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي إِثْنَ من المحيض من نسائكم إن اغتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض أخي أحمد أخي أحمد نعم بارك الله فيك اسمع اسمع كما أقرأ أنا أريدك أن تقرأ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من المحيض من المحيض من نسائكم ان ارتبتم ان ارتبتم عندك كلمه المحيض وعندنا ان ارتبتم الراء اجعلها مفخمه ولا تجعلها مرققه يلا اعد واتقن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أخي أحمد أخي أحمد مم؟ أه ومن يتق الله يكفر يكفر أعد يكفر ومن يتق الله يكفر عنه لا لا لا, لا يا اخي احمد يكفر. يكفر الراء هنا مرققه يكفر عنه سيئاته يكفر ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا احسنت يا اخي احمد على هذه التلاوه الطيبه والصوت العذب الجميل وجعلك الله من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته بارك الله فيك يا اخي احمد ايها الاحبه الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم فابقوا معنا على المدى تخشعن عند تلاوه القران فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما اسعد الحفاظ في الازمان إن الجبال شاهقات على المدى بسم الله الرحمن الرحيم. {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الإِنسَانَ لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير قد انزل ربي القران نورا للناس وتبيانا بهداه وشرعته شبا مرحبا بكم ايها الاحبه من جديد، معنا الاخ عبد الله حمدان من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله يا اخي عبدالله عبد الله يا مرحبا. مرحبا تفضل اسمعنا تلاوتك. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجَرًا أخي عبد الله فقط ملاحظة واحدة وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ أنا شيخ نعم أخ اقرا الجزء الاخير هذا ومن يتق الله اظهر اظهر كسره القاف ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا بارك الله فيك يا اخي عبد الله بارك الله فيك <applause> آه عبد الرحيم من ايطاليا السلام عليكم الاخ عبد الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك أسمعنا تلاوتك إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي إيه يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بارك الله فيك يا أخي عبد الرحيم على هذه التلاوة الطيبة. أسمعوني تلاوة الأخ يوسف من الجزائر عبر الواتساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والله إثن من المحيض والله إثن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعد عدتهن ثلاثة أشهر واللاي واللاي لم يحضن وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن بارك الله فيك يا ابني يوسف وفي والديك. اسمعوني تلاوه الاخ يوسف الكواري من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يئسنا من المحيض من نسائكم. ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا بارك الله فيك يا اخي يوسف على هذه التلاوه الطيبه. اعطونا تلاوه الاخ بدر من السعوديه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِم لَّهُ أَجْرًا احسنت يا اخي بدر على هذه التلاوه الطيبه المتقنه وانتبه فقط لاظهار ترقيق الرائي في قول الله تعالى: ومن يتق الله يكفر يكفر عنه سيئاته اظهر فقط الترقيق بارك الله فيك. اسمعوني تلاوه الاخ عبد الرحمن شلبي من مصر عبر الواتس أب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم {وَالَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۖ وأولاة الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۖ ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا بارك الله فيك يا ابن عبد الرحمن وفي والديك وما شاء الله ما اندى تلاوه هؤلاء الاطفال الذين يتلون الكتاب غضا طريا متقنا باخراج الحروف من مخارجها الصحيحه فهذا من اعظم ما يسر الفؤاد ويبهج القلب والله. بارك الله فيك يا ابني عبد الرحمن. معنا زايد اعطونا تلاوه الاخ زايد من السعوديه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. "ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا" بارك الله فيك يا اخي زايد على هذا الصوت الندي لكن يكتمل الجمال مع الصوت الندي باتقان التلاوه والاحكام. عندك من اللحون الجليه في تلاوه الايات ان ارتبتم فانت قراتها بالترقيق وحقها ان تفخم ان ارتبتم وايضا قلت ثلاثه اشهر فعدتهن ثلاثه اشهر وانت قراتها بالفتح قلت ثلاثه اشهر. وأولات الأحمال أجلهن وأنت قرأت أجلهن هذا خطأ أيضا أمر الله ذلك أمر الله فحقق التسكين في الميم وانتبه لعلامات الوقف بارك الله فيك يا أخي سعيد أسمعوني تلاوة الأخ عبد الفتاح من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الأحمال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وَلَا يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أخي عبد الفتاح أراك قد خلطت بين الروايتين بين رواية حفص عن عاصم وبين رواية ورواية ورش عن نافع فاما ان تلتزم احدى القراءات أه اما ان تلتزم بروايه واحده تاخذ جميع احكامها او تلتزم بروايه الاخرى او ان تقرا لنا بالجمع بين القراءات السبع لان هذه من طرائق القراءه ايضا اذا اراد الانسان ان يقرا ويجمع بين القراءات فلها طرق مطوله عند علماء الاقراء بالقراءات السبع او بالقراءات العشر بارك الله فيك يا اخي عبد الفتاح معنا او اسمعوني تلاوه الاخ علي من السعوديه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكف ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا بارك الله فيك يا اخي علي، وانا اوصي حقيقه من سيسجل عبر الواتساب وسيرسل لنا ان يستمع اما في مطلع الحلقه الى تلاوة التي نتلوها في مطلع الحلقه او ان يستمع الى تلاوه لاحد المجودين الكبار حتى يتلو الايات على اتقن وجه، ولا يخطئ ولا نضطر ان يعني ناخذ شيئا من وقت الحلقه في في ملاحظات ينبغي كان ينبغي وكان الاجدر بهذا المشارك معنا أن يتلافاها الآن يا أخ علي الأمر الأول من نسائكم حقق الغنة وهذا قد نبهت عليه في مطلع الحلقة. وأيضا انتبه يا أخ علي إلى علامات الوقف الابتداء اسمحوا لي أن أخذ يعني نصف دقيقة في هذا الأمر الآن أنت يا أخ علي أخللت بعلامات الوقف الواردة في هذه في هذه الآية موضوع الوقف والابتداء يا أيها الأحبة في تلاوة القرآن من أهم الموضوعات بل قد تترتب عليه أحكام فقهية وأحكام عقدية وتترتب عليه أيضا إشكالات لمن لم يحسن الوقف الابتداء الآن الأخ علي قرأ وفقه الله فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال عطف أولات الأحمال على اللاء لم يحضن وهذا إشكال يعني هو سوى بينهن أيضا الآن في الحكم الفقهي الشرعي وهذا خطأ فكان الأجدر أن نقف يا أخ علي واللائي إيه لم يحضن وهنا تجد علامة وقف رسمها علماء القرآن وعلماء الرسم ف وكما تشاهدون الآن على الشاشة ستجدون على واللائي إيه لم يحضن هذا هنا وقف لأن هنا أولا وقف من حيث التلاوة وأيضا يا أيها الأحبة هنا وقف يترتب عليه حكم فقهي شرعي في حكم في أحكام العدة للنساء اللاتي لم يحضن النساء اللاتي يئسن من المحيض التي انقطع حيضها واللاتي لم واللاتي او اللائي لم يحضن فهؤلاء حكمهن واحد وهو ان يتربصن وينتظرن ثلاثه اشهر حتى تنتهي العده، هذه عدتها، واما اولات الاحمال قال الله اجلهن ان يضعن حملهن، فلما تعطف وتقف وتقول وأولاة الاحمال وتعطفها على ما قبلها فانت قد جعلت حكما جديدا وهذا الحكم مخالف، فننتبه يا ايها الاحبه الى الوقف والابتداء فهو من اهم ما ينبه عليه في تلاوة القرآن وفي علوم القرآن بشكل عام آه بارك الله فيك يا أخي علي أسمعوني تلاوة الأخ يوسف من الكويت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا بارك الله فيك يا اخي يوسف على هذه التلاوه المتقنه والتي لا اجد فيها ملحظا فهي تلاوه متقنه مميزه. اسمعوني تلاوه الاخ اياد حميد من العراق. المحيض من النسائكم ان رتبتم ان رتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. وأونات احمال اجنهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا اخي اياد بارك الله فيك آه الاشكال في مثل هذه التلاوات التي ترسل عبر الواتساب لا نستطيع ان نقوم الخطا في اثناء التلاوه فننتظر حتى تنتهي التلاوه فنقوم ما فيها ونصحح ما فيها من خطا في تلاوتها ارجو يا اخ اياد ان ترجع وتستمع الى تلاوه ثم تشارك اسمعوني تلاوه الاخ احمد بدر من مصر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسمعوني تلاوة الأخ عبيدة إذا هي جاهزة يا أيوة الحبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا بارك الله فيك يا ابن عبيدة على هذه التلاوة وانتبه للأحكام وأتقنها ولا تستعجل في تلاوتك، أيها الأحبة الكرام ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم برنامج الميسر في التلاوة وقبل الختام، اعتذر ممن ارسل ولم نتمكن من عرض مشاركته لضيق لضيق الوقت، ومثلكم يعذر، بارك الله فيكم وجعلنا جميعا من اهل القران، مقرر الحلقه مقرر التلاوه للحلقه القادمه ايها الاحبه، آه الايه السادسه والسابعه من سورة الطلاق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتاة بشراك عطي